اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم على قناتكم شوف تي في. البرلمانية أمينة ماء العينين أثارت صورها المنسوبة إليها والتي أظهرتها بدون حجاب ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع بالعديد من النشطاء الفيسبوكيين يتفاعلون بكثافة حيث تباينت الآراء بخصوصها، وخاصة بعد نشرها لتدوين حول اللقاء الذي جمعها بعبد الإله بن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية. لنتابع تصريحات المواطنين. حنا خويا عارفين بواحد الصوره كتدوي في البرنامج المحجبه ديال الحجاب وداك الشيء، ولكن ملي مشات لوروب محايده الزيف العيباش هذاك الشيء، فهمتي؟ خاصها تكون كما داك الهيئه ديالها هي، بعدا كاين الحجاب والعيباش خاصها تمشي لوروب تبقى في نفس الله يخلينا في صباغتنا وصافي، فهمتي؟ والديانه ديالنا ما كتقولش، فهمتي؟ ماء العينين حنا كنعرفوه انسانه محترمه وداك الشيء، ولكن ملي كتمشي كتسافر على برا المغرب كدير شي حوايج اللي ما خاصهمش يداروا، خاصها تبقى كما كانت، فهمتي؟ فالناس في المغرب كيدويو على هذا الشيء هذا بزاف، هي كتقول لهم الدين وادي، فهمتي؟ الدين ديالنا هي في هذاك اللاج، خاصها تكون انسانه محترمه، تلبس كما كتلبس، تلبسوا في المغرب تلبسوا في برا. رغم الاختلاف ديالنا مع التوجه ديالها، ولكن كتبقى حريه شخصيه ديالها والحياه الشخصيه ديالها راه خص تكون الحياه الشخصيه خط احمر، ما يمكنش الانسان يتجاوزهم ولا يكتب عليهم، يعني كتبقى هذيك الحريه الشخصيه ديالها، واخا كاينه تما ازدواجيه في الخطاب حيت كتعطي هي واحد الصوره في الجانب الديني، ولكن المهم راه خص دوك التصاور يتنشروا حيت كتبقى الحياه الشخصيه ديالها. لا ولدي لا، تبقى ساترة يسترها الله، تغطى بالزيف، هي راه مسلمه، ماشي تمشي حتى تما وتعرى البلاد الاوروبيه، هذوك بلادهم وحنا بلادنا، كل واحد يحترم العارض ديالو. وحشومه عليه ما خصهاش دير هذا الشيء. وعلاقة بتدوينة ماء العينين، فتحت المصورة الصحفية أمينة خباب قلبها لشوف تي في، حيث كشفت عن تفاصيل مثيرة بخصوص واقعة طردها من قبة البرلمان سنة 2001 من طرف بن كيران، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية يتلاعب بالدين. لنتابع. التاريخ كيعيد نفسه من جديد، الشخص اللي هاجم أمينة خباب في قبة البرلمان حيت احتج عليها حيت اللباس ديالها بالنسبه له كان غير لائق، هو نفس الشخص اللي كيدافع على نفس اللباس. غير المفارقه اللي كاين، الفرق البسيط اللي كاين هو ان هذا اللباس ما كتلبسوش امينه خباب، وانما كتلبسو برلمانيه تنتمي الى حزب العداله والتنميه. من خلال هذا المنبر السؤال اللي كنتمنى انني كون كان السيد عبد الاله بن كيران قدامي اللي يمكن لي نسولو ليه، هو ان واش القيم والمبادئ كتغيرها السياسة؟ حيت في 2001 الحزب كان في المعارضة نهار هاجم أمينة خباب على اللباس ديالها، واليوم كيدافع على نفس اللباس، واش حيت هو دابا في الحكومة؟ حيت في الحكومة هو، ولا حيت السيدة اللي لابساه كتنتمي لحزب العدالة والتنمية؟ وحاجة أخرى اللي كنقول هو أن كافة من الازدواجية في الخطاب. يعني في 2001 حزب العدالة والتنمية بصفته كان في المعارضة، كان أول مرة كيدخل لقبة البرلمان، يعني كان كيستعمل أن الدين الشعار ديالو، كيستعمل أن المرأة خاصها دير الفولار، خاصها دير هذه، أي وحدة شافها لابسة شي لباس كيهاجمها وهذه، ولكن دابا بزاف الحوايج تبدلات فيه. أنا اللي كان السؤال اللي كيمكن لي نسول دابا هو علاش هذا الشونجمون؟ بوغكوا هذا الشونجمون علاش كاين بالضبط؟ واش حيت دخلوا هذه الموندا الثانيه ديالهم في الحكومه؟ واش ما فهمتش اشنو اللي تبدل عندهم؟ ما عرفتش. يعني راه بزاف الناس ولاو كيتاجروا بالدين، بزاف تاع الناس ولاو كيتاجروا بالدين، وليني كتبقى ديما العلاقه ديالنا بيننا وبين الله هي علاقه فيرتيكال، ما فيش وسيط، ما كاينش وسيط بيننا وبين الله. كنقول السيد عبد الاله الكيران هو انه اعطاني احسن هديه في هذا راس العام. اولا علاش انا تقبلت هذا الخبر، هذا الشيء اللي وقع لهاد السيده البرلمانيه، انا تقبلته بواحد الاريحيه. علاش؟ اوموا رجع لي واحد الاعتبار ديالي. المناصب كتبدل الناس والسياسه كتبدل الناس، يعني راه تبارك الله دابا دو موندو هما في الحكم داخل الحكومه، يعني راه بزاف الحوايج تبدلات عندهم، بزاف الحوايج تبدلات، واكيد الافكار ديالهم تبدلات. لفت بانهم كيدافعوا على نفس اللباس اللي كانت لابسه امينه خباب في 2001، يعني راه بزاف الحوايج عندهم تبدلات على هذا الحساب. التاريخ يمكن نصفني، وكان انصاف، وان التاريخ نصفني وصافي، انا نفس الاشخاص كيعترفوا بان هذاك اللباس راه مزيان، ماشي خايب، ماشي حرام، ماشي هذه، راه هذه في حد ذاته راه انصاف، وخا جا شويه معطل ولينا انصاف.
انا كنت كنتمنى ان السيده النائبه ان تحل بواحد الجراه، يعني نقول واحد الجراه سياسيه ادبيه ولا اخلاقيه كاع، وتقول بانني انا من حقي نلبس اللي بغيت، من حقها تلبس اللي بغات، ماشي مفروض عليها دير الفولار ودير الحجاب، حيت هي في العداله والتنميه، راه من حق اي واحد بلا فولار انه ينتمي لحزب العداله والتنميه، ماشي بالضروره ان اي امراه في العداله والتنميه خصها تكون دايره الفولار. بهذا كنوصلوا مشاهدينا لنهايه خبر اليوم، الى اللقاء ودمتم في رعايه الله.